طب في فترة الناشئين، ودي يعني الفترة المهمة جدا اللي بدأ الكابتن حمدي يعني الجماهير تعرفه، ايه المباراة اللي حضرتك تتذكرها؟ يعني دي اللي كانت البداية في قطاع الناشئين، الناس تبدأ تعرف ان في حمدي ابو راضي في موهبة جاية ان شاء الله للفريق الاول قريب. هو يعني ما طبعا ما تذكرش مباراة معينة، انما ان كان دايما كان في حاجة جميله جدا موجوده في النادي، ويا ريت يعني طب بس يعني حسب الظروف يعني ان كان دايما الفرق الناشئين اللي تحت الدرجه الاولى سواء ال 21 او 19 كانوا ايه الماتشات بتاعتهم كانت في ملعب واحد، فالمدربين بتتشار، فكان من وقت للتاني كان مثلا الله يرحمه الكابتن فؤاد شعبان فضله كبير عليا طبعا والكابتن انور سلامه، كابتن فؤاد شعبان يمكن انا الحاجات دي يعني عرفتها بعدين، انما وقتها ما عرفتهاش. كان عينه على حمدي وعلى علاء وعلى دوت وعلى دوت وعلى فحتى بمجرد ان خلصنا ال 21 بدون اي يعني هقول هحكي لك على حاجه هتستغرب لها، يعني مثلا في ال 21 سنه خلصتها وقعدت مصاب فتره طويله جدا 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 يعني اكتر من كذا شهر. فكان لنا وكنا واخدين الدوري بقى وبعدين رايح ايه اخد فلوس البطوله المكافاه. كان الكابتن جوهري كان مسك بقى الفريق وكابتن زيزو مسك الدرجه الاولى، انا رايح بالنادي صدفه رايح عشان اخد فلوسي، فتعالى يا ابني انت فين يعني ضيا السيد واقف كده، انت عارف كان في قدام الاداره الكوره يعني كان في شجره زمان. أيوة. انت فين يا ابني؟ كابتن جوهر وكابتن زيزو بيدوروا عليك. طبعا وقتها ما كانش فيه الا في تليفونات، ما فيش ولا حتى ارضي اوصل لك يعني. العمليه صعبه يعني انا حتى التليفون الارضي دوت جبته بعد ما لعبت درجه اولى الله يرحمه الدكتور عبد الحاج جمال الدين، رحت له الوزاره قلت له انا عايز تليفون، التليفون الارضي بتاع البيت. فوقتها بقى انت فين انت مش عارف ايه ده الكابتن جوهري خش، طبعا واخدني من ايدي في اوضه المدير الكوره، كابتن جوهري كابتن انت فين ايه؟ قلت له موجود، اصابه كانت رجلي وارمه وش رجلي كده وارمه. يعني انت خلاص خفيت كويس؟ قلت له الحمد لله خفيت وبتاع. قال لي طب انت معانا في الدرجه الاولى اعمل حسابك يعني. فبقول لك شو يعني حتى الصدف والامور كان فيها تسهيل، ده نتيجه ايه؟ ان في رؤيه مسبقه موجوده، مش مستنيين للاخر وبعدين نبتدي نقول اسامه حمدي فلان كده يعني.